أنا المسمى الجلالي عرقوب المكنى النواس، المولود بسنة 1970 الشهر الرابع. التحقت بالجماعة العام المسلح سنة 1996، واللي كان كونتاكتي تبعه عبد القادر صوان، هو اللي طلعني مع واحد اسمه سليم عبد القادر أبو ذر، والتحقت بجبل اللوح. جبل اللوح الكتيبة الربانية كانت يسموها، الكتيبة الربانية تبع الجند عثمان بن عفان، كان يرأسه هذا صوان عبد القادر، وهذا كان تابع عليه عدة كتائب، كتيبة خميس مليانة، وكتيبة الكتيبة الربانية كانت تضم جبل اللوح وتيس مسيلت، وكانت الكتيبة الخضراء تابعة عليه، الكتيبة الخضراء بين قصر البخاري وبرواقية وعين وسارة، هذو قاع تابعين للجند عثمان بن عفان. ومن بعد كي التحقت بهم كلفوني بمهمة التمريض مع عبد الرحمن تيطاوين المدعو أبو البنات، تكونت 6 شهور معاه في التمريض. كنت في منطقة جبل اللوح، قعدت في منطقة جبل 6 شهور معاه، وبعد وليت لجبل تيشتا، ومن بعد وليت لجبل اللوح مع السرية اللي طلعت فيها. السرية هذه كان أمير علينا واحد اسمه أبو زكريا المكنى، واسمه اليسير الأخضر. هذا كان يروح للشعب ما يحقره، معروف بلي حقار، حتى الشعب يعرفه بلي حقار. كانوا ثاني كثير الناس، انا خويا اللي طلع عرقوب الطاهر كان جامعي، كان استاذ تاع سبور، كان في لاسيتي محيدين قاعه حرشه، ما كان مع واحد صاحبه، بعث لهم هذا ابو زكريا هذا اللي يصير الاخضر باش يطلعوا. قال لهم كتلوا واحد عنده مقهى ويشغل يديروا فيه الاخر، يلعبوا فيه الدومين والكارطه، وهذا اللي يصير الاخضر هذا كان ما يخرجش من عند هذا صاحب المقهى، هذا كان يلعب الكارطه، هذا اللي يصير الاخضر اللي يقول هذا كان ما يخرجش من عنده. ملا بعث هذا خويا هذا عرقوب الطاهر والمكنى جعفر والمجموعه اللي معاه باش يقتلوا هذا الاخر باش يتزكوا باش يطلعوا، نفذوا العمليه وطلعوا. ما خويا قعدوا مده معاهم حتى 2006 قتلوه ابو زكريا هذا اللي يصير الاخضر، كان يحقر الشعب، كان يروح يدي لهم شغل اموال هذاك، يدي لهم بالباطل هذاك، يدي لهم يدي عليهم مبلغ هكذاك، حقره يدي لهم. كنا في جبل تيشتا، كان عبد القادر صوان هذا هنا ذكره مرض حكم السكر، اصيب بمرض السكر، نقلوه من نقلناه من جبل اللوح ديناه لجبل المقارن. جبل المقارن راه بين قصر البخاري والبروقية، ثم في ذاك في الجبل نقلناه ثم ورجعنا خليناه ثم عند مجموعة ثم، ومن بعدها خلاص زاد عليه مرض السكر، ومن بعدها مات ثم في المنطقة تاع المقارن. ومن بعد النائب تاعو كان المدني لسلوس، هو اللي نصبوه امير في مكان عبد القادر صوان. ومن بعد قعدنا في جبل تاشا هذه، قعدنا مده ثانيه، ومن بعد دخل الجيش سكننا في الجبل ثم في جبل تاشا هذه، في واحد الجبل منطقه اسمها اغبال، راه سكن فيها دير سكنات ثم. حنا في ذيك المرحله تنقلنا من جبل الشاون، رحنا لجبل العمرونه، تنقلنا لجبل العمرونه في 2006. من 2006 قعدنا في منطقة عمرونة، جانا وفد من الشرق في حوالي 2010 الأولى، وفد من الشرق كان يترأسهم محمد عبد الناصر المستشار العسكري تاع منطقة الشرق، جا لينا في وفد وهو كان يمثلهم، هو اللي كان أمير عليهم. جاو لينا داروا ترتيبات المشاكل اللي كانت بين الكتائب ولا حلوها ثما، وروا لهم الطريقه، قال لهم انتم كيفاش راكم تخدموا، قالوا احنا نروحوا للشعب ندير لهم اموال هكذاك، ما قال لهم هذه الطريقه، ما قال لهم ديروا اختطاف، هما جابوا لهم الفكره هذه، الفكره تاع الاختطاف جات من الشرق. واول اختطاف داروه بولايه شلف، خطفوا واحد داو من عند جوج ملاير، هذا اول اختطاف صرا في المنطقه هذه. داروا واحده كنت حاضر فيها في عمر برج العمير عبد القادر، ثاني خطفوا واحد ما قالش حد منه،
لا لم مليار ولا شي حاجه مش متاكد. واحد ثاني من نواحي عين دفله ثاني دوم من عنده 800 مليون ولا مش عارف داروا عده اختطافات ثاني مش متذكر. ودوك راهم يتخباو من الشعب اكثر من اللي يتخباو من العسكر، كي يشوفوا واحد شعب يتخباو عليه فهمت. وراه من دوك انت الشعب ما كاينش اللي يخدم عليه، خاصه هذو تاع تيبازا اللي كنت معاهم هذو يروحوا للجنانات يعيشوا من الجنانات. كي يشوفوا اصحاب البحيره هذوك تاع الجنانات راحوا يروحوا موراهم يروحوا بتخبيه ما يشوفوهمش الشعب هذا، يروحوا بتخبيه ينحوا من عندهم الخضره واش ياكلوا. كان البحير هذو دايرين الكلاب يجيبوا لهم الخبز اليابس هذاك يحطوه، نروحوا نجيبوا الخبز من عندهم ما كاش ما عندناش واش ناكلوا، كنا نجيبوا الخبز تاعهم ونروحوا نجيبوا الخضره من عند الشعب. يعني المعيشه قلت لك صغيره تعليم، خاصه بالخطه اللي دارها الجيش يخدم بها ما مشي يستقروا ما خلاوش يستقروا، وهذا الاستقرار اللي خلاهم مش عايشين مليح، راهم يجروا مور كروشهم وما لحقوش. وبهذه الطريقه هم رايحين للزوال، هم رايحين للزوال بهذه الطريقه نتيجه الاستراتيجيه اللي بدلها الجيش وضغط عليهم بزاف. معناتها الجيش وين يسمع بارهابي هكذا في كاش بلاصه ثم يحاصروا ثم يديروا الطوق. هما هذا الاستراتيجيه تاع الطوق هذه هي اللي اثرت عليهم. دوكا غير يشوف الاخر الطوق ما يستناش تما، يحاول كيفاش يهرب يخرج من الطوق هذا. ما كاينش قلت لك راهم في معيشه مزريه، هم رايحين قلت لك للزوال بهذه الطريقه. هما حتى هما راهم متاكدين بلي رايحين للزوال. هما كانوا راهم هضروا مع يوسف العنابي هنا شغل داروا شكاوى من الامير التنظيمي يوسف العنابي، قالوا له شوف لنا الطريق باش نروحوا، شوف لنا حل كيفاش، شوف لنا حل لهذا. قال لهم اللي كان طريق المالي شوف لنا حل نروح له. قال لهم يا ودي لاني حاصل في روحي انا ومش ما لقيتش لي لقيت لي طريق باش نروح شوفوا لي نروح. قال لهم انا حاصل في روحي لحقنا النداء تاع المدني للسوس ووقع نقاش بيناتنا ثم. كان اللي يقول لك راه المدني للسوس راه تحت الضغط، يعني ماهوش يهدر الاخر كان اللي يقولوا تحت الضغط. ومنهم كان اللي يقول لك ودي راه يهدر عادي. بقى وقع نقاش ثم بيناتهم، كنا في واحد المطبخ ثم وكنا نهضروا. منهم اللي يتقبل كان اللي يقول لك هذه هكذا. المهم انا واحد من الناس سمعت، انا تقبلت الاخر هذا تقبلت باللي راه هذا خلاص. وصلت لواحد الحد ان انا رايحين للزوال خلاص خلاص. قلت لك قناعه باللي نروح من هذا. خرجنا في مهمه للتين مع جوج افراد كانوا معايا هم طيحهم في تيباز هذا. خرجنا في مهمه للتين كانوا هما يلقطوا في التين. انا ما خرجت النهار اللي نقول معاهم، النهار الثاني كنت نمشي دار لي لاشوفي طردقت ما لا خلوني ثم في واحد البلاصة ثم وخلوا لي الماكلة 15 يوم من بعدها ولا لي واحد منهم من هذا الزوج جاب لي الماكلة وكلش لقاني ما زلت مريض. زاد راح 15 يوم واحد أخرى سما معناتها شهر كي ولا لي زاد الدنيا معاه. مشينا واحد اليومين باش تقدم لنا صاحبنا اللي خلينا الثالث هذا كان يلقط في التين كان ينحفتين كان شهر اوت كنا لقطوه في التين. ملا كان لقطوه في التين هذا يبسوه يخبوه باش ياخذ طاقه في الشتاء يلقاوه ياكلوا. ما على باليش وين داروه. المهم كانوا ثما هما ديها قروا باش يروحوا. قال لي نخلوا لك المعونه هنا ورانا رايحين المهمه وبعد نرجعوا ليك. المهم خلوا لي الماكله جابوا لي الماكله، انا كنت مش قادر نمشي جابوا لي الماكله وراحوا من عندي. كي راحوا من عندي مهم طولوا عليا، انا كي طولوا عليا خلاص بدا رجلي يعني تحسنت شويه. ثم قررت باش نهبط، يعني بين كي طلعت وذوك راني فرق كبير كانني دور كانني دور نزلت جديد دور جيت لحي الدنيا هذه. انا كنت مشيت في هذا الطريق ضد القناعه تاعي، مشيت في هذا الطريق ضد القناعه تاعي. انا صراحكم انا كنت ضد القناعه تاعي باش نروح لهذا الطريق. وكي رحت روحي تورطت خلاص وما قدرتش باش نجي. انا دوكا هما اللي راهم باقيين دوكا يخافوا باش يجوا. علاه دوكا يقول لك كون نجوا يعذبونا يخافوا هما كون يعرفوا لي واش راني المعيشه اللي عايشه والله واحد ما يقعد. انا نقول لهم من هذا المنبر نقول منهم كاين عبد الرحمن تيطاوين هذا هو المكنع ابو البنات او يعرفني مليح يعرفني مليح وكنت معاه في التمريض هو اللي كان يعلم فيا في التمريض.
نقول له والله راني عايش لاباس عليا، والله ماني تحت الضغط، والله واحد ما ضغط عليا، والله راني نهضر قدامكم، والله تعرفني يا ابو البنات، يقول له تعرفني مليح. وكان واسمو واحد اسمه بوسميه اغيل اغيل المكنى ابو سميه، ثاني نوجه له نداء راهو يعرفني مليح. كاين واسمو محمد الشافعي المكنى حمزه راهو يعرفني مليح. ثاني والله العظيم ماني تحت ضغط، راني نهضر ما كان حتى واحد راه ضغط عليا، والله راني عايش لاباس عليا. ونزيد نوجه ندائي لإلياس، يا إلياس يا اخي ثيق فيا وتعرفني، والله ماني تحت ضغط، ارواح والله العظيم انا نضمن لك، انا نضمن لك والله وما نخدعكش، انا نضمن لك والله ما تخافوا، هذو راهم يحوسوا يطفوا هذه الجمره هذه على ولاد الجزائر راهم يخلصوا. انا لا انا يا اخي انا جزائري كباقي الجزائريين. وانا قلت لك النداء تاع عاصم مدني للسلوس هو اللي اثر فينا، خاش لما دار النداء هذا كل اللي ما تقبلوش انا المهم انا بديت تقبلته. علاش لحقنا المرحله خلاص يعني هذه، ونقول لها لهم حتى اللي راهم بقاو راهم عارفينها باللي ما خلاص ما بقى لهم والو، راهم عارفينها خلاص، راهم قالوا خلاص اللي راهم بقاو معاهم كل واحد راه يدير رساله لامير الجامعه يوسف العنبي باش يشوفوا لهم حل خلاص، راهم لحقوا الوحدة وهذه ما كاين حتى واحد ينكرها خلاص، لحقوا لي زول والله ما بقى لهم حاجه. اللي هذا نقولوا احقن الدماء تاع هذو اللي بقاو معاك، هذا دبار بومدين، نقولوا حقن الدماء اللي راهم معاك هذو، وحقن دماء الجزائريين.